يستقبل اليمنيون عيد الأضحى المبارك هذا العام في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة وركود في سوق الأضاحي على وقع الحرب المستمرة منذ أعوام. المزيد في التقرير التالي. وسط أوضاع أمنية غير مستقرة وركود في سوق الأضاحي، فمنذ إقدام ميليشيات الحوثي وصالح على بسط نفوذهم في صنعاء يشكو السكان من قلة الموارد المالية وانقطاع الرواتب. والله ما قدرت عليا مرتب عليا إيجار 4 أشهر لم أدفعها جهال بلا مصاريف. الحالة لا أنا أرسحت بسبب المعيشة حقنا والوضع اللي احنا عايشين فيها. وعلى الرغم من الزحام الشديد في منطقة الأسواق بصنعاء القديمة، لكن ما تزال معدلات الشراء ضعيفة مقارنة بالأعوام الماضية، وأصاب الركود كل شيء. فالإقبال ضئيل جدا بالنسبة لهذا العام، وإضافة إلى ذلك ارتفاع الأسعار ما يصاحب يعني جشع التجار والحصار المفروض على اليمن، كل هذه أثرت في الإقبال بشكل كبير جدا. السوق ملان تبعة وبقر لكن لا يوجد معنا الزلط، الأسعار فائقة والناس ما يوجد معهم زلط نهائيا، معدمين لا يوجد لديهم فلوس، معاشة ما بش، دخل ما بش، حياتنا تعبة. نريد النظر إلى هذا الشعب أن ينظروا إلينا بالعطف والإحسان. ويعاني اليمن منذ سنوات من ازدياد معدلات الفقر والبطالة واتساع رقعة الطبقة المعدمة، في وقت حذرت منظمات أممية من المجاعة وافتقار ملايين اليمنيين إلى التغذية المناسبة.